قدر مرحبا بكم تنطلقوا جديد في حلقه جديده ومرحبا واشتركم. الحلقه ديال اليوم هذه الحلقه ديال اليوم وقصوت سنتوريه صنتو مزيان كلها فائده كلها فوائد والحلقات ديالي راه كلها فوائد كما تقولوا انتم. الحلقه اللي ما عنديش فيها افاده ما عندي ما ندير بها ما بقاش حنا غير الفرجه فواحد السيد دار 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 لا ما اشنو بغي خصنا نقول شنو استفدنا ديما نقول شنو استفدنا شنو غيستافد ولادنا من هذا الشيء. هذا الحلقه بحال الحكايه بحال حكايه واقعيه عاودوها لولادكم وعاودوها لبناتكم وحفظوها كما حفظت انا دابا راها مهمه للمستقبل ديال وليداتكم وديال بناتكم. غنبداها من البدايه ديالها ما نبداهاش من الاخر كما تنبدا بعض الحلقات اللي فيهم جريمه حتى هذه فيها جريمه ولكن احسن نبداها من الاول. واحد ولد تيبي الحوت حوات هاد الولد هذا كان شاب وسيم وعنده وتيبي الحوت في واحد الحانوت خدل عليه بوه ورثو على بوه. هاد الحانوت كان بوه تا هو تيبي فيه الحوت وبوه عيا وكبر ولا الدري ولدو خلفو في داك الحانوت. هاد الدري كان زوين كان جميل في وجهو كان زوين في وجهو وكان بشوش وكان دري ديال النكته ودري ديال الضحكه وديال الابتسامه وهادشي ولاو عندو بزاف الزبائن ولاو الناس اللي تيشتروا من عندو بزاف ولا مقبول عندو القبول. الله يعطينا ويعطيكم القبول عندو القبول هذاك الولد هذا والحانوت ديالو ازدهر ولا حانوت غادي مزيان ولفوه الناس وولفهم ولاو الناس تيبغيو وهو اجتهد اكثر من بوه ولا تيجيب الحوت في واحد المدينه ما فيهاش البحر ولا تيجيب الحوت مدينه فاس مدينه فاس خرج ولا يموت مدينه فاس ولا تيجيب الحوت بتنوع بزاف انواع الحوت ما بقاش كيما بوه كان بوه كيفاش كان حوات كان حدو قدو وتيجيب داك الحوت يالله يجيب شويه صندوق السردين صندوق الشرن شي صندوق دميرنا وكذا كذا لا والتي ينوع في السمك وزاد هادشي جاب ليه الناس بزاف ودار لاباس مع انه هو كان سيليباتير كان عزري ما كانش مجوج وكان خدام ولكن كان خدام تيعطي لعائلته تيعطي حق الرحمه كما تيقولوا تيعطي لبواه تيعطي لمو تيعطي لخوتو لان هذاك هو المدخل هذاك هو الدخل ديالهم واخا ان خوتو وخواتاتو خدموا ولكن قديما هذاك هو الدخل ديالهم الاساسي اللي بغينا نقولوا. الفلوس كترت في يدو وكتروا عنده مع الصحاب وسبحان الله هاد الفلوس هذه كما تنعرفوا وسبحان الله الانسان اذا ما كانوا عنده فلوس تيكونوا صحابه قلال ومن تكثروا عنده فلوس تكثروا صحابه الا اللي تيكون بعقله وتعرف اش تيدير وتيبقى غادي حويطه حويطه. ما شحال من الناس غير ولا عندهم فلوس بزاف ولا عندهم صحاب ولا عندهم برامج اخرى ولا عندهم جلسات اخرين هادشي اللي وقع ليه ولا تقصر ولا كثرت عنده القصاير وتصاحب مع شي وحدين بلاه بالشراب من اخص الوقت اللي ولات يدفع الحوت لمالين لي بار مالين الحانات لي بار ديال الشراب ولات يدفع لهم الحوت لان تعرفوا الحوت تيستعملوه مالين البار لان الناس اللي تيشربوا بلي تيشربوا الخمر تياكلوه مع الحوت بعدا اللي تتسمى تيسميوها في الدار البيضاء الكميه تيسميوها عندنا هنايا طابا تيسميوها مقطعه ديك الماكله اللي تتعطى مع الشراب
الناس اللي ما تيشربوا شيء غنفسر لهم، ماشي نفسر لهم باش يمشيو للبار، لا، ولكن نفسر لكم خاصني نعرفك على راكم على كل شيء. اللي تيشربوا الشراب تيمشيو للبار، ديما مول البار ما تيعطيه مثلا كاس ديال الشراب، تيعطيه من واحد الطبيسي صغير فيه شي حاجه باش يحيد ديك المروره ديال الشراب. والاغلبيه ديال 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 لي بار الحانات تيعطيو الحوت، هو كان تيدفع الحوت سيرتو داك الحوت الصغير داك الميرنا بيخوطا والسير ديال داكشي تيدفعو لبعض الحانات، حتى هادوك اللي تيديرو ليه المداخل الحانوت تيدخل ودوك اللي تيدفع ليهم حتى هما تيدخل عندهم فلوس، ولا بائع بالتقسيط حانوتو بائع بالجملة بالنسبة للحانات ولي بار والمطاعم تيعطي حتى للمطاعم، ولا داري مزيان ولا لاباس عليه كيما قالو كترو صحابو كترو قصير ديالو ولا تيشرب ولا تيمشي لدوك لي بار تيدفع ليهم الحوت تيشرب فيهم، ولا عنده واحد العملية بينه وبينهم، ولا تيشرب تيجي مع صحابو تيشرب وبدي يتحاسبو تيخلصو في الحوت وتنقصو ليه فلوس الشراب، بعض المرات تيقطعو ليه فلوس الشراب تيقطعو ليه فيها كل شيء، تلقى راسو مثلا دفع ليهم 2000 درهم ديال الحوت لما تيتحاسبو ما تلقاو شرب 2000 درهم ديال الشراب، كما قلنا ولا تيخسر الشراب في دوك لي بار كثر من تيدخل. ودار واحد الكليك واحد الرباعه ولا معرف معاهم واحد الرباعه ولا صحابو ديما 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 رسميين، هاد الرباعه ولاو ديما تيكمل خنتو تيدوزو عندو تيتلاقاو هيا بينا الشرابات، ولاو كما تنقولو تيسبقوه للبار وتيتسناوه، ولاو تيوجدو الكاميلا في البار، يوجدو الحوت يوجدو الطواجن كدا في البار، ولا العمل ديالو ما بين الدار دارهم ايناس ما بين الحانوت الخدمة ما بين البار والشراب المتعة، حياته ولات هكا ما بقاش داف الحانوت بزاف، ولا تيكلف ناس اخرين بالمهمة ديالو، تيجيب شي واحد تيقول لي عمر لي الحانوت غدا ان شاء الله، تيعيط على شي واحد تيقول شوف دوز خذ الحوت ودوز لي فلان وفلان وفلان فرق عليهم الحوت، ما بقاش داها في الحسابات ديالو، ما بقاش اعطيه من خدمتو لانه مشى مع طريق الشراب وماشي غير الشراب، صاحب مع واحد اللي علمو التيرسي وبدا داخل في التيرسي، ولا تيلعب التيرسي كما تيقول تيلعب الطويل، ماشي تيلعب ب 10 درهم ولا 20 درهم ولا تيلعب ب 500 درهم 600 درهم، تيلعب التيرسي تبلا بالتيرسي، أو اللي عنده الخمر والميسر، ولا قمار ولا مبلي بالشراب، كما قلنا تصاحب مع واحد ثلاثة الناس، تصاحب معهم هما كبر منه في العمر هما سكرية قبل منه وكل واحد عنده خدمته، واحد فيهم من هادوك الثلاثة عامل موسمي، أي رجل تيخدم في الخارج بحال هادوك اللي تيخدموا في اسبانيا في الفلاحة وفرنسا تيخدموا 3 شهور ويجلسوا يخدموا بعد 6 شهور يجلسوا 3 شهور يخدم 3 شهور يجلس، هذا الرجل هذا كان ميسور لاباس عليه فعلا ما تيطمعش فيه، كان في الاول هو الملك ليان ديالو، في الاول كان بدا كزبون عنده في الحانوت، ذاك الرجل كان تيبغي الحوت بزاف كان تيكوموندي ليه الحوت يوجدوا ليه تيجيبوا ليه صاحبو، على هذا الاساس من بعد تعرفوا بعضياتهم بانهم جوج مبليين بالشراب، ودخل مع داك دخل معاهم حتى هو في داك الكليك اللي فيه ثلاثه الناس، هو واحد كان عادي كان معلم عادي معلم بلي حتى هو معاهم، هذا كان فلاح هذا كان عامل فلاحي موسمي فتيمشي لبرا وتيجي، واحد كان فيراير الفيراي تي عندو لا فيراي اي تيبيع ويشري في داك الحديد الهالك او كيما تيقول الفصحى تيبيع ويشري في لا فيراي
طومبيلات البياس المستعمل، أجزاء المستعملة السيارات، طومبيلات المستعملين، راكم عارفين لافيرا. إن هاد الناس كل ما عندهم فلوس، ثلاثة ما خاصهم فلوس. حتى ذاك المعلم بويسكو كان سكيري ومبري بالحوت صراحة، نقولوا ما كان خاصو فلوس أو الله أعلم كيفاش كان في داره، ولكن هادو متأكدين بأنهم بجوج عندهم فلوس، لا الفرايور ولا السيد اللي تخدم في الخارج عامل موسمي، ولا هو اللي هو عنده الحوت وتيبيع الحوت بالتقسيط وتيبيع الحوت بالجملة المطاعم والحانات. المخسور ديالو داكشي تيخسر كما قلنا اكثر من تيربح، ولا تيخسر بزاف. وهذا الشيء لاحظوا هذاك السيد اللي هو عامل موسمي اللي تيخدم في الخارج، وبقى تينبهو واخا هو تيشرب معاه وتيخسر معاه، بقى تينبهو تيقول له صاحبي هذاك شتك تيرسي وشرب معانا ولا ماشي معانا، وديما سكرين وليتي ديما لي بار، واخا تنديرو معاك زعما نبقاو حنا بثلاثه ونديرو كليسه بعضياتنا واحد مرات ولا ثلاثه في الاسبوع ولا كذا، انت تكمل معانا وتكمل مع واحدين اخرين، تكون مقصر معانا وتشرب مع واحدين اخرين، فين غادي بهاد الجهه هذا؟ قاتل هي لانه كبر منه في العمر، وانت دري زوين وانت دري نقي وعندك كليان وكذا 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 وكذا، تنهي واخا انه قليل الله يكتب السلامه في هذا الميدان ديال الخمور داكشي اللي صاحبك، الناس صاحبك في الخمر هما اصدقاء سوء لو بغينا نشوفوا، ولكن بعض ما تلقى بعض الناس اللي واخا هو يشرب واخا هو مبلي تتكون فيه شويه الحنان وشويه الرحمه وتكون شويه تفكر بعقلو، تيبقى ينهي واحد الطرف اخر الا شافو بالغ في الخمر او بالغ في الخسران او كذا او كذا او كذا. هذا السيد كان تينهي، كان تينهي وتيقول لي شوف شوف شي بنت الناس تجوز، شوف شي بنت الناس وانا نوقف معاك، شوف شي بنت الناس انا سيدي ندير لك العرس. يلا اش درتي؟ تيجبدوا هذا الحديث بعض المرات في الشراب هو وياه، تيكون حاضر ذاك الفرايور تيقول له سيدي انا شريت دجاج، يلا الدجاج عليا، اللحم عليا، هذا هضره تدوز هكا المعلم تو تيقول انا نعطي حقي انا ندير هذا انا نجيب الغياطات انا كذا، كانت تدوز من معقول الضحك، ولكن الراجل ذاك الفلاح الموسمي كان تيهضر معقول، تيقول شوف انت نهضر معاك هذا الرجل والله الا كنتي غير من ناحيه العرس انا ندير لك العرس، شوف شي بنت الناس انا نمشي نخطب لك، يلا انت اش غتبقى دير ما دير. واحد المره هذاك الراجل ذاك الفلاح الموسمي اللي هو واخا عنده سكنه في فاس ولكن العائله ديالو الوالدين ديالو داك الشيء خارج مدينه فاس في واحد القريه، قال لي واحد الناس تمشي معايا، تمشي معايا عند الوالدين ديالي وتشوف البلاد ديالنا وتشوف شويه الطبيعه وتشوف الدياول، عندي فلاحه تما وعنده فلاحه ديالو تما، عنده واحد الضيعه ديالو، شوف الفلاحه ديالي وتشوف كذا وتشوف كذا وتشوف كذا. الاخر قال لي واخا قابل، مشى معاه، مشى معاه وفرح به كما تيقولوا ذبح ليه وقدموا لعائلته كامله وقدموا لوليداته كانوا تما ومراته وبناته وقدموا للفاميله كامله ودوز معاه تما يومين، ومن بعد جاوا في حالهم. لما جاوا في الجلسه اللي من بعد ديك المجيئه هذا جلس معاه قال لي فلان، قال لي نعم، قال لي بغيت نهضر معاك، هذا الشاب ديالنا الوسيم ديالنا الحوات ديالنا بغى يهضر مع ذاك الراجل الفلاح الموسمي، قال لي بغيت نهضر معك في واحد الهضره معقوله. قال لي شناهو؟ قال لي لقيت البنت اللي غتزوج بها. قال لي لقيتيها؟ قال لي اه. قال لي شكون؟ قال لي حليمه. قال لي شكون حليمه؟ قال لي حليمه، هذا سميتها حليمه، هذا حديث دار بيناتهم بجوج، وهذا حديث دار عند رجال الامن اللي خدموا في هذه الجريمه اللي غادي نقول لكم اللي تجي عليها هذا الشيء هذا. قال ليه السيد الاخر، قال ليه تيقول في المحضر الاقوال ديالو، قال لي يا بغيت حليمه، قال لهم انا بنتي سميتها حليمه، وقال لي شكون هاد حليمه؟ هاد حليمه تتشبه
سميت بنتي؟ انا عندي بنتي سلمت عليك. ليش بنتي سلمت عليك؟ قال لي هي. قال سميتها حليمه. حتى هي شكون حليمه وتتزوج؟ قال لي بنتك هذيك، بنتك بنتزوج بها هذيك اللي شفت. قال لي مرحبا. هذه البنت كانت بنت بنت دارهم، بنت عائلتهم. كما قلنا الاخر واخا عنده الدار في فاس كان كبرهم في ديك الباديه، خلي ولادو الفلاحه ديالو داعوا في ديك الباديه، وديك البنت كبرت في ديك الباديه، قرات شي شويه ديك البنت وبقات جالسه مع دارهم. وباه رجل محافظ، رجل محافظ ورجل من الناس تعرفوا الناس ديال وجده، وانه وحيد وجده كما تنقول ديما لكل الناس المحافظين. كان هو هاد القريه ديالو في ضواحي مدينه وجده، في المدار ديال مدينه وجده. قال لي مرحبا، اذا بغيتي بنتي حليمه نعطيها لك. حقيقه بعض الناس اللي عارفين القصه هذه غيقولوا ما كانش حليمه كذا، حنا بدنا الاسم، خلينا شويه باش ما نهضرش على الناس. قال لي حليمه. قال لي نعطيها لك. هذه البنت كانت بنت عندها 18 عام، وكانت كما جاء في المسطره اللي قدامي كانت جميله وسيمه، والتقى الجمال بالجمال. الضابط اللي دار هذه المسطره تيقول لي يا اخي خراز الجمال بالجمال هو تنعرفو. قال لي تنعرفو كان زوين وكان معروف فاس بداك الجمال ديالو وداك داك الخامه ديالو وداك الطول ديالو اللي حبب ليه حبب فيه الناس وكثر الزبناء ديالو. وديك البنت اللي تزوج كانت آية في الجمال، آية في الجمال، بنت مربية بنت دارهم، بناتنا كلهم بدات ديورهم، ولكن من عائلة محافظة ومحافظة محافظة، وباه كان رجل محافظ رغم أنه كان تيشرب ذاك باه، ولكن كان راجل ثابت ورجل معقول ومهلي في ولادو ومهلي في البيع والشراء ديالو ومهلي في خدمته، ورجل ميسور لا بأس عليه. تم الاتفاق على هذا وتزوج بها. وكان من شروط العرس كما قال بوات البنت بوات حليمه، قال العرس يدار عندنا هي في الباديه، وبغيت ندير العرس كامل، بغيت نديرو بالرقاده وبغيت نديرو بالخياله وبغيت نديرو بكذا وبغيت نديرو بكذا، وانا اللي غنصرف على بنتي. اعز بنت عندي هي هذه اللي ديتي، وهي اللي بقات ليا بلا زواج، وهي العزيزه على امها، وانا بغيت ندير بنتي عرس كبير فلوسي. بغيت تعطي شي حاجه مرحبا بك، ما بغيتيش شي، انا غندير العرس فلوسي بنتي. ودار واحد العرس كبير، دار فيه الخياله، دار فيه الناس الرقاده دوك اللي تعرفوا ديك الرقصه ديال المغرب الشرقي، وحضروا فيها واحد تيقول تقريبا واحد 300 او 400 ديال المعروضين، وكان العرس بهيج وكان العرس كبير. ومشى صاحبنا الوسيم، نسميه غير الوسيم، مشى ودا عائلته، وعائلته فرحوا بديك العائله وفرحوا بديك البنت، وتهناو وقالوا الحمد لله ولدنا راه تزوج ولدنا رجع براتو للدار. فعلا جدار هو مشى كرا بمساعده ديال نسيبو، قال لها ودي كري دابا ماشي غتمشي دير مراتك للصف في داركم، داركم راها صغيره متعدده الافراد متعدده الساكنه فيها كثير كثر ومزاحمه شويه، دير دارك ودارك في رجل الله بالمساعدة ديالي وبالعمل ديالك غادي دير الدار ديالك واحد النهار اللي غتشري دار كلا. وعاونو نسيبو وفرش واحد الدار مزيانة وسكن، ولا راجل عنده دارو. خدمتو بقات هي خدمتو الحوت، ولكن زاد فيه كما تيقولو، زاد فيه زاد فيه، ورغم أن نسيبو تينهيه ولكن زاد فيه بالشرابات وزاد فيه بالقصير وزاد تلعب تيرسي كما قال في راسو. دابا يبا ما قال صافي مهمتي انتهت، انا تزوجت براتي والمرا في الدار وانا مع صحابي. نسيبو ولا بيناتهم شويه الخفار شويه الحشمه وداكشي، ما بقاش يتشرم معاه ولا تيبعد عليه. نسيبو ولا ما تيهبط شي نفاس بزاف في ديك الدار ديال الاخرى الا نادرا، ولا تيبعد عليه باش يخلي في راحته وديك الحشمه تحيد بيناتهم. ولكن صاحبنا الوسيم بقى مع داك صاحبو داك الفراير، وبقى مع داك صاحبو المعلم،
وتزادوا عليهم واحد جوج اخرين، دار واحد ايكيب اخرى. هاد ليكيب عسكريه بالمعقول، ودخل معهم في الشرابات والقصارات، وما نساش التياسي اللي تيلعب ديما ديما ديما، وعطاها الشرب بالجهد. وماشي غير هذا، ماشي غير حتى هنا وقف، بانه بدا دخل في السلاف بلا تسلف. واش عندك شي 2000 درهم تما؟ واش عندك 3000 درهم تما؟ ولا ما دخل حتى في راس المال، ما بقاش عنده راس المال، ما بقاش يعبر المحل ديالو. والناس كل مشاهدين عليه راه خرج من الطريق، وتيمشيو الناس يهضروا معاه، هو غادي في واحد الاتجاه، غادي في اتجاه ممنوع. ديما 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 غادي على حالته. وشوي شوي دخل مع هذوك صحابو هذوك الربعه، دخل في واحد البرنامج اخر خطير، هما انهم ولاو تيقصروا، وهم تيقصروا تمشي معهم عيالاتهم، تدي مراتو وكل واحد تدي مراتو، وتيقصروا عند واحد دارو دارت دارت بعيالاتهم، دارت بعيالاتهم في الشراب. هذه تيديروها النصارى، النصارى تيديروها، ماشي النصارى لي فرونسي لي امريكان، تيديروها الدارت. حنا المغرب عندنا تنديروها، ولكن تنديروها في الحلال. كاين بعض الناس قلال اللي تيديروها، كاين الشراب مثلا تيدي مرتو مشي عند صاحبو يشربو، ويدي مرتو مشي عند صاحبو هذا تيديروها، ولكن نادر اللي عندنا في المغرب، وقليل تيديروا واحد بعد منا حنا المحافظين. ولاو تيديروا دار تبع عيالاتهم، نهار تيشربوا عند هذا وتعشاو، نهار تيشربوا عند هذا وتعشاو، نهار تيشربوا عند هذا وتعشاو. واحد من دوك ديك المجموعه اللي تزاد جديد بعد دوك جوج زادوا جداد، واحد فيهم مرتو عندها صالون، مرتو هذيك اللي عندها الصالون دارت تعرفت اكثر بعيالات اخرين، ولاو كليان ديالها، ولاو تيتجمعوا على القصاره، ولاو تيتجمعوا عندها في الصالون، يا ولد تصاوب لهم يا ولد تكات لهم يا ولد تصاوب هذا، تعرفوا العيالات وتعرفوا الرجال بعضياتهم. ولا حتى هو تتجي نوبته وتيجوا عنده لدارو، وتطيب لهم مراته، ولاو وتجلس معاهم حتى مراته تجلس معاهم. بداو في البداية الأولى كيما تيقولوا، في البداية الأولى كانوا تيجلسوا تيجوا عند واحد الدار، الرجال تيجلسوا بعدو في واحد البيت، والعيال في واحد البيت. واخا بيناتهم شوية الضحك وداك الشيء، ولكن من بعد من بعد من بعد مع الشراب والقصارات، ولاو حتى عطلة مراتو أجي جلسي هنايا، أجي ريحي هنا دوك خوتي هادو، أجي ريحي، ولاو تيجلسوا مع عيالاتهم في الشراب. عيالاتهم جوج تيشربوا، العيالات ولاو تيشربوا، وجوج ما تيشربوش. ومراته ما تتشربش، ولكن كما يشاو عليها ويقول، كان في بعض المناسبات تعطيها تشرب، كانت تعطيها تشرب، ولكن شي حاجه موثوق منها جات في المسطره ما كايناش. ولكن في البحث اللي درت انا مع نصاب المسطره مع بعض اصدقاء اتصال هاتفي ودا، قال لك لا كانت تعطيها تشرب. كيفاش بنت محافظة جابها واحد 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 القرية، جابها واحد المدينة، جابها يا ربي واحد 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 من البادية، واحد القرية بنت محافظة ينوزها في هادشي. ولكن فعلا كانت تجلس معاهم، كانت تجلس معاهم، كانت تجلسوا بعيلتهم داكشي. واكتشفت هذيك ديك الحلاقة اللي كانت معاهم، اكتشفتها، اكتشفت ديك السيدة الجمال ديالها، ولات تعيط عليها وتجي وتزيد تصاوب لها أكثر، تزيدها جمالا على جمال. وديك السيده ولات رائعه في الجمال، الشعر تقطع، الحجمات نتفو كما تيقولوا، زاد زيانت، زيانت في عيني الناس، وزيانت في عيني حتى دوك في القصاره، ولات هي الضو ديال القصاره، ولات هي التريه ديال ديك القصاره. راجلها ماشي في هذا العالم، رجل لا يهمه إلا الضحك والخمر والقارو والقمر. رجل التي تسلم من عندك صحابه، سيرتو هذوك اللي تيبيع على فراي، ولا تسلم من عنده بزاف. أعطيني واحد 1000 درهم، أعطيني 2000 درهم، أعطيني واحد 1000 درهم، 2000 درهم. واحد النهار قال لي شوف أنا أضربك واحد هذا الرجال، أنا تبغي تسلم من عندي هذه المرة، وأعطيني الشيك، أعطيني الشيك الله يرضي عليك.
وبدينا ب 1000 درهم 2000 درهم ولينا دابا 5000 درهم 6000 درهم مليون 2 مليون والله ذلك. اعطيني شي كيبقى تحسي انت ما حتجمع عندك الشيك راه ما غنزيرك صافي انت غادي تخسر. قالوا واخا نبقى نعطيك الشيكات هاد الهضره ديال غنعطيك الشيكات وتسلفني هضره دارت بينه بيناتهم بجوج ما بين الفيراير وهو بحضور مرته ومرت الفيراير. مرته سمعت بان رجلها تيتسلف عند الفيراير وبان رجلها تلقاش عطيه الشيكات. المرأة مسكينة تلقاش تهضر معاه ما عرفاش ديك المعاملات كيفاش ما عرفاش رجلها كيفاش. هي جات من البادية صحاب لها هادشي عادي هاد الشراب والقصارى الناس كدايرين ما عرفاش. مرت الاخر ما خاسر والو راه الشجره تيسلف وتعال عنده الشيكات وبقى تيتسلم من عنده وكذا وكذا. الاخر بدا تيسلفو من بعد الاخر بانت ليه في المراه ولا تيبغيها من التحت ولا تيقول لي شوف غنقول لك واحد القضيه هادوك خياتنا دوك 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 الجوج غنسوسو ويبعدو منا صلاه النبي في فلان فيه ما فلان فيه ولا خرج شي كيفاش تيدير الاخر تيسكر الاخر كذا شي مرت الاخر شي مرت هذا شوف بقاو قصوا انا وياك اما عندي واما عندك بارك علينا. الاخر شاف راسو بانه اش قال في راسو انا بعدا عرفت علام والفلوس يكون جنبي في دراعي حسن لي من هذوك ما تيسلفوني والو ونقصر انا وياه من تحتها ولا تيقصر هو وياه غير من تحتها غير هو وياه. الاخرين ما تيحضروش وبعض المرات كاع باش يثبتوهم تيدوزوا واحد المده تقول انا كنت خدام كنت مشغول والله ما هذا ما تيقصروا معاهم باش يثبتوهم تيتجمعوا كلهم ولكن اغلب القصار تيديروا غير هو وياه. الاخر هنا الى بروفيتي داك مولا فيراي الى بروفيتي بقى تيتقرب للمراه ولا مره مره تيغفلهم تيقول لها كي دير هذه في يدك ما تقولهاش ليه دير عندك هذه الفلوس واش حاجه قولها لي هذا الراجل عندك راه مراه والو راه طاب راه ما تيدير ما بغا يجمع فلوس ما بغا يجمع راسو ما كذا ما كذا ولا تيدير راسو بحال انه تيحمي ديك المراه هو تيجي من جهتها. زاد به الحال الاخر متبع شرابات والاخر من 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 داك الحانوت تيمشي يقلب على الفلوس يجمعهم ويزيد تيمشي مع واحد اخر يمشيو للبار الاخر بعض المرات تيخطف تيمشي للدار عندك المراه السلام عليكم السلام لاباس بخير كي دايره ما جاش مشيت تسول في حاجه ما كاينش وفي مشى مسخوط. المهم انت دابا انت شوف الله حنا في شركه الطعام شوف شحال تنسالوا هاد المسخوط شوف شحال ديال الشيكات تيقول خويا واش غندير هادي مسكران راه خشيت على عيني. لا اله الا الله ما يتسالك خاصك انت شي راجل اللي يتكلم بيك وخدم بيك وكذا وكذا ما خصكش هذا راه كيخبي هاد الشيء ما تقولش لي عطاني ولا حاجه عندك تقولي لي شدي هادي شدي هادي شدي هادي بقى تيغويها بقى تيغويها وتتقرب ليها حتى ربط علاقه بها ربط علاقه بها حتى ولا صرح ليها تيقول لها انا تنبغيك ونتزوج بك هذاك ما عندك ما ديري بها انا قاد بك. صاحبنا راه في الخمر والميسر غادي مع طريقه. هنا نبداوها من كيفاش توقع الجريمه. واحد النهار واحد ولد تيبيع الديطاي ولد عادي تيعرف داك الحوات وداك الحوات كان تيتهلا فيه من تيجي دوز ليه حويطه فابور عرف تيبيع الديطاي يعطيه شي حاجه شي يمد ليه في يدو شي 1000 فرانك شي 10 درهم ولا 20 درهم. عاد داك الحوات قال ليه شوف انا راه بغيت نهضر معاك قال ليه انا مو ما نهضر معاك ولكن مشتيني مشتك قال لي ايه قول قال لي مراتك تعرف انا شو خاصها خارجه معاك وكذا ديك السيده اللي زوينه وكذا قال لي ايه قال لي راه كنت نبيع الديطاي حتى دار اختي وانا نشوف شفت داك الفيراير اللي تيكون معاك وقف الطوموبيل وجات مراتك وهي تركب اللور ونسات بطلور ونسات مشاوية قلتهم لا كيفاش كيفاش راه ماشي هادي المرة الأولى ديما تتشوها تمشي بعض المرات تما تتركب معاها وتمشي. المرأة فعلا ولات عندها حرية كيما ولات عندها حرية تمشي عندك هادي الصالون ولات عندها حرية تخرج برا مرة ولات عندها حرية كذا كذا جات تشجع ولا تتعرف غير ما يخلي ضربوها كيما تيقولوا ولا الفيرايو تيزعمها
ولا كذا تولى الفرايور تدير مع معيد وتيلزق الطوموبيل تنعس اللور فالناس هكا وتيديها. ولكن المدة تقشع وتلقى قالها لي هذه خينا تابك هذه خينا تابك مع صبير داك مولا فراي عنده تقريبا واحد 8 ولا 10 شيكات غرقوا بشيكات شدهم عليه. المراه خرجت من يديه ما قدش يواجه المراه ما قدش يقول لها انت واش تتركبي معها تتركبي ما تركبي معها خافت تقول تخسر عليها كلمه واحده والله ما كاين هادشي غير كذوب وجمع راسها ولبس في دارها وليد كي باغي تصيد. اجدا مشى عند واحد البوليسي داك البوليسي كان صاحبه معقول داك البوليسي ولد عمته قال داك البوليسي يا خويا بغيت نعاود لك واحد القصه. هذاك البوليسي معروف عليه انه كان معقول وكان ولد الناس تعرفوا عليه الناس هادشي. مشى عنده قال لي انا ما كان ما نقول لك انا واحد خيدي كذا 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 مجوج ومرتي اش وقع اش وقع وحد ولد يعاود ليا. البوليسي كان بوليسي بصح قال لي هذا الهضره اللي قلتي لي نمشي نهضر مع مول الديطاي انا قال لي يلا معايا. مشى عند مول الديطاي البوليسي عرفوه لك سلم عليه قال له عرفتيني عرفتك قال لي شكون قول لي عافاك هذه القصه هذه. قال لي ودي انا راه تنشوف هذيك تركب معايا هنايا ولا بغيتي كاع الشاف انا والورقه دي انا عيط بورتابل عندي نعيط عليك الوقت اللي تركب معاه او نشوف وقت اللي تسناه. قال لي البوليسي واخا عطاه تبادلوا النوامر ديال التليفون اتفقوا قال ليه المهم الوقت اللي تجي السيده باش تركب معاه تعلمني. قال لي واخا. قال السيد شوف انا ما غنديرش بوليسي ووكيل الملك في عين واحد بوليسي وندخل انا شي تدخل بشي نلقى عليها القبض خصك بعدا دير واحد شكايه ارسلها السيد وكيل الملك. شكاية غدير فيها بانني انا رجل متزوج وكذا 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 وصل الى علمي بان مراتي عندها علاقه بصديق ديالي كذا وبان الصديق هذه تيستغل الغياب ديالي وتيجي تيهزها بالتسيره ديالو وتديها كذا كذا وتنطلب منكم باش تعطيو اوامركم للضابطه القضائيه باش تربص بهذا السيد تلقى عليه القبض بمساعده ديالي. فشكى الوكيل الملك شكايه جات عند الشرطه القضائيه داك البوليسي قال لي من جي الشكايه خبرني خبروا داك البوليسي قال لي راه صيفطوا لي استدعاء البوليس من مشى داك البوليسي مشى عند الشرطه القضائيه مشى عند الضابط المسؤول قال لي شوف الله يرحم بك دابا نعطيك المعلومات هذا السيد راه مول ديطاي تاكد لنا بانه تيجي يديها دابا خصنا ندير واحد الكمين نساعدكم انا في هذا الكمين ديالو باش نشدوا هذا السيد في حال التلبس حسن ما هاد الحوات غادي يهزموش غيمشي يذبحها نساعدو ونشوفو واش هاد السيدة فين تمشي مع هاد السيد. تم اتفاقوا على ذلك ما بين الضابط الشرطة القضائية ما بين البوليسي اللي غيبقى في اتصال مع مول الديطاي ومع الضحية اللي هو رجلها. وقال رجلها حاول ما تبدل حتى شي حاجة في حياتك حاول ما تقولش لها فين كنتي ولا فين جيتي ولا فين مشيتي كمل كيما انت غادي في هذيك الطريق ديال الشراب وكذا كمل. وذاك البوليسي قال لي تعطيك كلمه بانه غادي نطيحوا هذه السيده هذه الا كانت تخونك. فعلا داك الشيء اللي كان ان بوليسي كلف ذاك مول الديطاي قال لي شوف هذاك مول الديطاي عنده موتور قال لي نقول لك واحد القضيه واش يمكن لك تعلمني اذا جيت انا معك غادي يمشيو بسيارتي الا هو ركبها قبل مني غتبعهم باش تعرف فيا البلاصه في كاينه فين مشاو من الطوموبيل وخا عندهم موتور. فعلا واحد النهار وقع عليها ما لم يكن بالحسبان جا الفيرايور تيتسنى ذاك المكان المعتاد فين تيتلاقاو مول الديطاي وجد الموتور ديالو السيده جات وطلعت معاه ركبت اللور كالعاده هذيك ديمارات مول الديطاي تبعهم عن بعد تبعهم ماشي بعيد غير في واحد الابنيه الجديده واحد البلاصه جديده تتبنى الدور باقيين فيها جداد تيشوف هذاك مرت السياره وقف وهز واحد الريدو ودخل الطوموبيل بالريدو وسد الريدو من الداخل وبقى السيد سامر تما ومن بعد واحد الوقت
تجبل لي سيد خرج هز ريدو وخرج الطوموبيل سد ريدو ومشى. إذن المكان تعرف خدم مزيان. وقال داك البوليسي قال لي اوديها فينا فين يلا نوريك. مشى البوليسي ما عرف بكين المكان هالمكان في كين قرج لها واش هاد الدار هادي تتعرف هاد الدار. قال لي عمري ما عرفتها واش عندك علاقة بها لا وجهك الفرار. وقال الله أعلم عرفوا الدار في الليل في كانت يهبطها وداك شيء. ولكن كان هناك واحد الأساس هذاك الأساس تيأس على ذاك اللوتيسمون ذاك البقعة اللي فيها البني جديد تيأس على ذوك المباني ديال الضو جداد تيأس على ذوك القواص ديال ما باش ما يسرقوهم شيء تيأس على الدور اللي باقيين عاد تيتبناو تيأس. وذاك البوسي مشى عند ذاك الأساس قال لي أودي هاد الدار ديال من؟ قال لي هادي ديال واحد فرايور. قال لي ساكن فيها؟ قال لي لا ما ساكنش فيها ما فيها لا اتات لا والو انا تعرفها تندخل لها. قال لي تيجي لها هو؟ قال لي اودي هو تيجي. قال لي هنا قال لي داك بوسي هذا راه بحث سري بيني وبينك واش تيجي. وهاد القضيه هذيك اللي عندها علاقه بالمخزن مشيت نسولك هذا نبرك عليه عندها علاقه بقضيه اللي عندها بحث بوليسي. قال لي هذاك العساد قال شوف اسيدي انا هاد السيد كان تيجي واحد الوقت هنا تيطلع للدار كان تيعيط عليا تيشوفني تيكلاكسون عليا تنجي تنحل ليه الباب كان تيطلع هبط شي 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 دوزان يهبط شي حاجه يهبط شي بياس من بعد تنبقى واقف تنهبط مع ديك السلعه وتيخرج تنسد على الكارو تنعطيه الساروت. ولكن كان لي هاد الايام الاخرى ما بقاش تيعيط عليا كان تيدور معايا من تكون جاي تيقول لي صافي صافي غير رجع وتيدخل الطوموبيل تو راسو وتيخرجها لراسو. هذه هي من الاخرى هذه. اذا هذاك كان تيخدم الاساس من تيبغي يهبط شي حديث شي 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 اجزاء ديال السيارات المستعمله تيبغي يهبطها كان تيعيط الاساس اجي عاوني. المولى تيجي بالسيده ما بقاش تيعيط الاساس. هذا الكلام اللي قال الاساس مختصر قوي ديال الاساس. البوليسي تأكد بأنه صدم على ذاك الأساس لأنه ولا تجيب السيدة. هنا علم ضابط اللي هو في الشرطة القضائية قال لي ودي أنا درت واحد البحث ديالي شو وقع شو وقع شو تعرفنا من الدار. الضابط مشى معاه صار الدار فين كاينة وهنا بدات العملية الأخرى هي ديال إلقاء القبض على ديك السيدة معاه بمعية مرتطي اللي هو كان مخبر محترم. وهنا ما يقولش واحد هاك هذاك برك بيهم مخبر محترم. المخبر المحترم هو اللي تعطي معلومات موثوقه للشرطه وتعاون الشرطه وتعاون الامن من اجل الامن او من اجل مصلحه المظلوم وتيساعد في اكتشاف جريمه. هذه جريمه وقع الى مد طيعون ولا الاساس عاون ولا كذا عاون خلاص الانسان كيكون عندك معلومه تتعلق بجريمه سام وعطي رجال الشرطه. هادشي راه كاين في الدولة المشهورة بهادشي ألمانيا. الشعب تيساهم في استتباب الأمن. الشعب تيساهم في نشر الأمن. في ألمانيا راه إلا شاف الطوموبيل غير تعطلات وقفوا في واحد القوت بقى في الليل معطلة بزاف تيهز التليفون للبوليس. إلا شاف غير شي حاجة سيسبي مشكوك فيها يعيط للبوليس. الناس تيبغوا لبلادهم الأمن. هنا قلت لك كيما كان جا واحد النهار وقف يلاه وقف. مونديطاي عند البوليسي عند الضابط قال لي العملية اللي غاتتم دابا. جا الضابط تلقى بالبوليسي تيجيب طومبيتو شافوا الطوموبيل واقفة عن بعد شافوا السيارة ركبت السيدة ديمارات تبعوها ورجلها كان على علم بذلك وجا رجلها تاهو معاهم وركبوا في السيارة وقالوا لي انت ما عليك الا بالصمت وما درش لنا راجل دابا عاد تولي دينا راجل عاد تولي راجل عاد تولي والله تنقتلها والله تندير تندير. شحال واحد حنا دوزنا في الشرطه القضائيه وهذه خرجه شي راجل في خيانه الزوجيه مرته تدخل وتمشي وتسافر بوحدها وتسالى بوحدها وعمرها ما مشات معاه ومسالي وتتبات ما عرفين تتبات وما عرفين تتمشي. الراجل تنقول بعض الرجال ما عرفش مرته فين مشات وما عرفها فين باتت وما عرفها فين كاينه. فيك انت مع صاحبتي فيك انت مع صحباتي فيك انت مع كذا ونهار تحصل عاد تولي راجل عاد تيجي عندنا الشرطه القضائيه وتقول لمرتك هي حاصله فيك انت وانا جا واش حس معايا واش هادشي درتي وقتلها والو والله تنقتلها وحنا لما تنبحثوا تلقاو تو ما كانش في هذا العالم تنقولوا انت فيك انت
وعند مرة تخرج باليومين 10 أيام 3 أيام 4 أيام هذا المرأة ما تعرفها فين تمشي، والمدينة كلها عايقة بها وانت كاع معايق، وانت كنتي مديها غير في التخربيق ديالك كنا ماشي في هذا العالم، ولما تجي تتحصل عاد تولي راجل تنقز عندنا في كوميسارية ولا تقول لا. السيد بقى غادي مع البعد متابعينه حتى دخل الكراج حتى هبط عليه الريلو، عطاه واحد الوقت جاو لأن الريدو ما سدوش من الداخل، كان عنده ثقة في راسه لما هبط الريدو تلتحت صافي ما قدش بالسالوت، شكون اللي غيحل عليه الريدو؟ هو دخل الطوموبيل داخل الدار ما فيهاش فراش، العملية كانت تتم داخل السيارة، شافوا الريدو هذا حلزوا الريدو، هزوا الريدو تلقاو حتى البوس، حتى البوس بجميع الأركان ديالها، وراة وفاة كذا كذا كذا، قالوا لي القبض. شدوا هي وياه قال لي ودي حصلتي يا مولا فراي، حصلتي هبطوهم دور المونوت الرجل سبقوا دور الشرطه القضائيه باش يديروا محضر حيدوا من تما كيما تيقولوا باش ما يبقاش يحل داك فمو. السيدة شدوها تيقول بان السيد هذاك الفرايور كان تيهضر معاها وتيحن عليها وتيقول لها ما تبكيش اش الواقع ما تبكيش انا نضحي من اجلك اش وقع كاع احسن اللي ليها ليها انا نمشي معك للحبس انا بانه باقي شاد فيها. اذن كان تيحبها هذا ما كانش عنده خيانه زوجيه كان هناك حب ما طلقش منها هما في الازمه ما طلقش منها تيقول داك واحد الشرطي اللي كان حاضر تيهضر معاه بانه بحال هي مرتو علاش تبكي سعي عينيك وديري وقفي صافي شدينا امشي وهذا لا كذا كذا لازم دون مرة الشرطة القضائية خبروا السيد وكيل الملك حتى البوس اللي هما لقاو فيها دون المحاضر ديالهم محاضر ما فيها لا بحث ولا كذا كذا هذا تيقول اي انا عندي علاقة بهذه الفرايا تيقول ما عندي علاقة بها هاد السيد صافي ارماها جانبا خلاها بلا ماكلة بلا شرب بلا كذا كانت تشكي عليا انا في الاخر اللي تنعطيها واللي تنتهلا فيها وانا ناوي نجوج بها. المرأة تقول أنا هاد الدرجة كانت تعتقني تعطيني اللي بغيت هاد خينا مقابل غير الشرابات مقابل غير هادي مقابل غير هادي مقابل غير هادي ما داهاش فيا اللي كتب الله أنا درته صافي اللي ليها ليها أي كان ثقة في الآخر بأنه غادي يتزوج بها غادي ياخذها صافي قدموا المحكمة تشوف هاد القضية تعرفت في المدينة هو كان راجل معروف ذاك السي الوسيم كان معروف تشوه كبيرة وتقدم محكمة فرايور جات مراته دارت ليه التنازل قانون هذا القانون هذا دارت ليه التنازل بأنها ما تتبعش رجلها هذه مرت فرايور فخرج ست الأخرى مشات للحبس الأخرى مشات للحبس أي بقات راه الاعتقال باش تمشي دوال الحبس وفي الحبس باش عاد تقدم باش تسمع الحكم ديالها باش غادي يستعود طرف اخر من جديد وتمشي الحكم ديالها. هنا في الليله اللي تشدت هي ومشات للكوميساريه شكون اللي غيجيب لها الماكله وغيجيب لها جلابه على البرد وغيجيب لها كبوط وغيجيب لها راجلها على سعدو وعدو جاب ماكله وداك الشيء جاب لها ماكلتها خرج عنده داك الضابط اللي هو عنده الملف عنده مسطره قال لي شنو بغيتي؟ قال لي غير مادام ندخل لها الماكله وندخل لها هادشي وهادشي قال لي كيفاش انت مرتك تا ما بقينا الزوجيه شديتي في حتى البوس وتشدات في حتى البوس ويرفع عروض الاعتقال ومعتقل عندنا وجيب لها حتى الغطات قال لي ايه قال لي ما ندخل حتى حاجه ما يدخل حتى حاجه من حقه ما يدخل حتى شي حاجه انا نعطيو الماكله اللي بغينا نعطيو حنا والفرش نعطيو حنا لانه ربما ما يدخلش حاجه مسمومه ربما بغي ينتقم منها اكثر بغي لها الموت يدخل شي ماكله فيها شي حاجه داك الضابط جاوب على هذا السؤال اللي معطيناه ليه وقال لي ما ندخلش ليها لانه ما يمكنش انت شاد واحد قريسك وشد في الحبس وتجيب لي انت الماكله اذا انت باغي في الخدمه باش هذيك الماكله ما فيها ثقه قال حاجه تجي من الطرف الاخر ما فيها ثقه قال لي ما ندخلش انا ماكله للمولي ولما تقدمت المحكمه ومشات للحبس مشد عليها الغطاء والماكله للحبس والحبس عاوتاني للمدير نفس القضيه المدير قال لي شكون هذا قال لي راجلها قال له هذا مرات شد خينا زوجيه قال لي ايه راه مراتي هذيك باقي تابعها باقي تيبغيها رغم انه
رغم انه شد بخيل الزوجيه غادي لها انه كنت يحبها لانه كنت يحبها. هنا وقعت واحد القضيه، واحد المناظره عجيبه وغريبه. لما كانت مشدوده في الشرطه القضائيه عند البوليس، هنا تما جابوها امها، جابوها ذاك الراجل اللي قلنا، ذاك الرجل الخير، ذاك الرجل اللي مزيان، جا عنده تما وناض هو وما ولا معاه مناظره قدام ذاك الضابط. قال لي با ما حشمتيش، ما حشمتيش، شكون اللي خرج على بنتي؟ شكون اللي خرج عليها قدك انت؟ شكون اللي تيدي بناتي القصاره؟ تيدي عند صحابك، تيدير تيفعل تيترك تيدرك. ناض تما تصدر معاه، قالت لي انت خرجتي على بنتي وليتي علمتيها تشرب، خرجتي على بنتي ولقيت عندها باكيه الكارو نهار جتيها عندي ضيفه، ولقيت عندها باكيه الكارو في الصاك، وسولتك قلت لك شنو جاها فلان؟ راه بنتي قالت لها الباكيه الكارو ديالك، وقلتي لي واش كاين شي حد ما باقيش تيكمي، كلشي راه ولا تيكمي. اي بان بنتي ولات تكمي، خرجتينا على بنتي، قطعتي لها شعرها، قطعتي لها حواجبها، قطعتي لها، جات عندنا بالبلوجين، وحنا قبيله ما عندناش بلوجين، ما عندناش كذا وما عندنا كذا، وجتها قدام الدوار قدام القبيله، خرجتي على بنتي. باها قال لي عييت معاك تنقول لك اودي جمع راسك، جمع راسك ما بغيتيش، خرجتي على بنتي، خرجتي على بنتي. هنا تيقولوا هذيك الماكله اللي مشى جاب ليها اللي دا ليها الحبس من بعد انبو ضميره من ديك المناظره اللي كانت ما بين هو ونسابو، اللي تيقول انت هو السبب، انت حس بانه هو السبب، رجع راسو لقى هو السبب، لقى هو رجل السبب، هو اللي خرج عليك البنت، رجع راسو، رجع راسو. وبجات المحاكمه ديال البنت في المحكمه، ديك الجلسه الاخيره باش يحكموا عليها، قال القاضي بغيت نهضر معاك، قال لي زيد، وكانوا الناس بزاف حاضرين، قال لي بغيت قرب لي، قال لي زيد قرب عندي. هو يقرب عنه وقال لي انا بغيت نتنازل، ما انتبهش مرتي. قال لي طلع الكتابه بالضبط الفوق، قال لي بوسي دير هذا الكتابه بالضبط، دير تما واحد المحضر يقول في هذا الكلام اللي قال لي بانه ما تتابعش مرته، وطلع ومشى ودار المحضر فيه ما تتابعش مراتي، تيحبها يمكن انه ضميره بانه هو اللي خرج عليها، هو سبب كل شيء، وبانها بالنسبه لي ضحيه. ودا التنازل، ودا التنازل، والبنت خرجت. لما خرجت البنت، البنت مشات، وهو لقى واحد معارضه كبيره من طرف عائلته، وخوته وخواته اللي كانوا حاضرين، وبقاو عليه بالسب والشتم والضرب، وقالوا لي ارسلوا الحانوت، وخذوا الحانوت، قال لك خرج علينا، ما عندنا ما نديروا بك، خرج علينا، اعطينا شبرتيزا، اعطينا شبرتيزا، ما عندنا ما نديروا بك، صافي سير في حالك، سير في حالك. خرجت من الحبس وفي غتمشي، ترجع للدار وما قداتش، ما قداتش، لان بوها لما قدات ديك المناظره هو وامها معاه، حتى هي كانت حاضره، حتى هي خدات السب والتنكيل والشتم من عند بوها، وبوها قالت بعدي منا وما تدورش بينا، حشمتي شغن نقول للناس جيراننا، شغن نقول للحباب، شغن نقول للعائله، بعدي منا ما تقربيش لينا. بوها مشى وكحص اللور، نزل لها الراجل كيما قلنا، وخرجت من الحبس، خرجت من الحبس. تيقولوا هو هي نهار، تيقولوا بانه نهار خرجت من الحبس، لان ما خصهاش تخرج من المحكمه، لان كانت في الحبس، لما تينطقوا بالحكم بانها تطلق السراح ديالها، ترجعوا للحبس باش تاخذ حوايجها وداك الشيء. هو عرف هذه العمليه غتمشى قدام باب الحبس، وتلقى لها اوف، تيقول قدام واحد القرضي، انا كنت من الحبس، قالت تقول لي اسمح لي، اسمح لي، صافي عطى الله عطاه، اسمح لي، قال لك سمع شي فلوس ومدها لها في يديها، قال لها صافي ما كاين مشكل، وزاد في حالاته. هي ديك الفلوس اللي عندها شدتها وخرجت باب الحبس، ما لقات فين تعطي الراس، هزت الضربه من تما مشات المكناس، مشات المكناس عندها واحد صاحبتها كانت تعرفها في مكناس، كانت صاحبتها بنت دوارهم، وكانت تزوجات في مكناس، ولكن دارها فينا هي، يسحب لها مكناس شي قريه بحال القريه ديال مغاد تمشي تسول، يسحب لها اسال عليها باش تلقى العنوان ديالها، مشات المكناس هزت هذوك الحويجات اللي بقاو عندها، الاخرين مشاو الحبس داهم في واحد الكفه، ومشات المكناس من السجن الى مدينه مكناس. والعشيه كانت العشيه عبطه، وتلقت وخافت من الليل، وتلقت واحد السيده
لقات واحد السيده في الشارع، لقاتها كانت جالسه فواحد الكرسي حدا واحد الجرده، جات جلست حداها وقالت لها اختي انا عندي واحد المشكل كذا 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 كذا. انا روح السيده شوق عليا شوق عليا، دابا حتى السيده صاحبتي اللي هنايا ما تعرفهاش هي فين ساكنه وسميتها فلانه بنت فلان، قالت لها فين تقلبي عليها انا ممكن اسدي اجيب السميه ديال وحده من دواركم تزوجات. شوفي يا بنتي انا الحرب غندير معك، غادي نديك معايا ونديك لداري وحتى يفرج الله ونشوف واش غديري. قالت لي نبقى عندي فين نعطي راسي، الا كنت غنقتل راسي ما عندي فين نعطي راسي. هاد البنت طاحت في راجل مسخوط خرج عليها، والسبب اللي تفرقت مع عائلتها ما بقاش باغياها، وعائلته ورا ما باغياهاش اصلا، عائلة راجل ما باغياهاش اصلا هذيك، وطاحت في واحد ورا ما كانش خصها تطيح فيها. طاحت واحد المرة كانت جالسة في ديك الحديقة وهي مجرد موميس، وهي مجرد من بائعات الهوى، وشدوا على داكشي كانت جالسة في ديك الجردة بوحدها فشدتها وداتها. ما دير عند واحد خيتي تدير الوساطة، داتها قالت لها كي واحد بنشترك، داتها عند واحد خيتي قالت لها جلسي وهاي بيتك ناسي فيه، عطاته ليها. من بعد البنت لقات اكتشفت بأنها عند واحد تدير الوساطة. دوك البنات اللي عندها تما دوك الفسيقات قالوا لها شوفي ما كاين، كنا دازعين هذا الشيء، انا كيف كل وحده كيفاش طلقات، انت طلقتي خدمي على راسك كنتي بنت زوينه، خدمي راسك معنا وهانتي معنا في الدار وهذا وهذا، لكن غير قصاره وكذا وكذا وكذا. بدات ديك السيده تستقلب لها، تستقطب لها رجال، تجيب لها رجال وسط الدار تجيبهم لها. لقات البنت راسها طايحه بداك الشيء اللي ما كانت تتمناه حتى شي وحده، طيحة ولات مومس بزمنها، ولات فاسقة بزمنها، ولات تبيع جسد ديالها بزمنها. عندك سيدة سد عليها تما في الدار تجيب لها رجال كيما تجيب البنات الاخرين، ما خلاتها فين ساق ولا فين هادي ولا فين هادي. عرفت بنات انا في وقت الخدمة ديالي بان عيالات كانوا تيشدوا شي بنات مساكن بحال هكا ما تيخلوهاش تمشي حتى للحمام، ولا تيبغي يمشي للحمام تيمشيو معاها ثلاثة أربعة بجنبة، تيمشيو معاها وديوها وجيبوها باش ما تسلتش كيما داروا لهادي وسدوا عليها تما في الدار. وبقاو تيجيبوا لها الرجال. وسيم تحيدي الحانوت ديال الحوت، وسيم غرق غرق، الاخر شاد باقي شاد عليه الشيكات تيهدو. وسيم باش يعيش باش ياكل ولا تيبيع حوايجو ديال دارو، حتى 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 خواتك الحوايج. وسيم ما قادش يخلص الكرا وما يجيو عليه من الدار ديال الكرا. وسيم مشى عند مالي لانكول حتى تيشرب لانكول، ولا خا تيشرب لانكول ولا بو هادي تما تيدور في الزناقي حدا المقابر حدا كذا، تيدور من هنا تيدور من هنا. حتى لواحد النهار كان تيشرب لانكول وهو تيكمي، حسب المعاينه ديال الشرطه لقاوه محروق، وباش محروق فمو هو اللي مشى عليه في العافيه انه بغى يشعل واحد الكارو مع لانكول. وقعت مالي لانكول بزاف، واخيرا واحد فقنيطه حتى هو كان تيشرب لانكول شعلت فيه العافيه. واحد البوليسي كان قال لي ودي ما عرفتش كيفاش شعلت فيه، قلت له اليوم لانكول تدام من فمه ما بقيتش نشوفه، شوف كانت عنده واحد لابارتي كلها محروقه هي الاولى راه شعلت فيه، والثاني لقى هو بغى يشعل كارو شعلت فيه العافيه ومات محروق ديك الزباله مع مال لانكول. واش وقع البنت ديك البنت اللي قدو نقول دابا دابا الله يرحمها نقول ديك البنت اللي هي ضحية اللي جينا نشوفو ضحية أشوق عليها تقول مات مسمومة أي قتلت راسها انتحرت انتحرت ديك البنت الوقت اللي ولات موميس ولات تكرشت ولات واخا خيتها تخليها تخرج ولا اللي شدها تيديها اللي تيشوف داك الجمال تيعجبو داك الجمال ولا معروف في ديك الحومة كلشي ولا تيديها ويجيبها ولا واخا تخرج تترجع عندي خيتي تنعس ما بقى فيها ما بقى فيها مصلح انتحر وماتت. واحد 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 النهايه دراماتيك، هذه دراماتيك اسبابها الخمر والميسر. هذاك الدري والجمال ديالو الحسن ديالو والبهاء ديالو الزبناء ديالو والفلوس اللي تدخل لي من هنا ومن هنا تخاوى تجبر وبان ليه هو راه وصل السوء
ما ان دوك اصدقاء السوق لقى فيهم واحد الراجل بغى يرحمه هو داك مول الحديد داك الراجل اللي قلنا عامل موسمي بغى يفلتو بغى يعتقو عطاه بنته ودار لي عرسو كبير وبغى يردو راجل ولكن والو لا طلع عطاه البليه دات وتصاق مع البليه ومشى مع البليه مشى وما حبش تخرج عن المراه وخرج راسو وخرج لها كل شيء مات وماتت البنت نتمنى من الله عندي غنقول لكم انايا متى تكون شي نهايه دراماتيك والله العظيم تتاثر فيها وتتبقى فيها نقص فيها بعض الحوايج اللي هما اكثر دراما واللي هما خايبين في هذه القصه حيدتهم ونقصتهم وتنشكر الاخوان اللي خدموا هذا لافير وكانوا على اطلاع بها واللي ساعدوني باش نوصل للمسطره ديالها تنشكركم شكرا جزيلا على هذا الشيء ولكن ما تنساو شير انتم تديروا واحد الخير تندور في المواطن المغربي في المستمع المغربي وتندور في اليوتيوب المغربي باش يكون اليوتيوب عندنا الحمد لله مزيان يتنور بناس اللي عندهم محتويات يعطيو ماشي الناس اللي كتبوك اللي تكتبوا يفجروها يفرقعوها قاعدين كذا اللي هما ضايحين علينا غير الدل والله يحفظنا ويحفظكم الدل السلام عليكم ورحمة الله.